حديثنا في هذا اليوم بعنوان مواقف الأمة تجاه أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وقبل أن ندخل في صلب الموضوع نقدم مقدمة قصيرة. وهذه المقدمة هي إن إحدى الزيارات التي يزار بها أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين الزيارة الجامعة. هذه الزيارة رواها شيخ المحدثين الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه في كتابه الفقيه وفي كتاب العيون أيضا. ورواها شيخ الطائفة في كتابه التهذيب. العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه
مؤلف بحار الأنوار، يقول إن هذه الزيارة أفضل الزيارات الجامعة، ووالد العلامة المجلسي رحمة الله عليه الشيخ محمد تقي يقول إنها أكمل الزيارات، ويقول أنا عندما كنت أتشرف بزيارة العتبات المشرفة لم أكن أزور أهل البيت إلا بهذه الزيارة. يعني عندما كان يذهب إلى المدينة المنورة أو إلى النجف أو إلى كربلاء أو إلى الكاظمية أو إلى سامراء أو إلى مشهد، لم يكن يزور إلا بهذه الزيارة، لأن هذه الزيارة تحتوي على مضامين رفيعة شامخة عالية. ونحن أيضا إذا وفقنا لزيارة أهل البيت صلوات الله عليهم من قريب أو بعيد، ينبغي علينا أن نزور أهل البيت بهذه الزيارة، ونحاول أن نرفع أنفسنا إلى مستواها. هذه زيارات أهل البيت لا نقرأها كألفاظ فقط، وإنما نحاول أن نرفع أنفسنا إلى مستواها، أن نقف عند كل جملة جملة ونلاحظ أن أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم ماذا أرادوا أن يعلمونا بهذه الجملة وبهذه الكلمة. هنالك شبهة تطرح في هذا المجال، وهي أن هذه الزيارة فيها نوع من الغلو في أهل البيت. هاي كلمة الغلو الآن كلمة متداولة، يقولون هذه العقيدة غلو، شيعة أهل البيت يغالون في أهل البيت. احنا يجب ان نعرف ما هو معنى الغلو. غلو يعني شو؟ الغلو معناه ان ترفع شخصا فوق مستواه، له رتبة معينة، له درجة معينة، أنت ترفع فوق مستواه، هذا يقال له غلو. تنعته بما ليس فيه من صفات الكمال، هذا يقال له غلو. أما إذا نعت شخصا بما فيه فهل هذا غلو؟ كلا، وإنما هو اعتراف بالحقيقة،
كالاعتراف بالحقيقة كمال، وإنكار الواقعية رذيلة ونقصان. فإحنا إذا نعتنا أهل البيت بما فيهم هذا لا يعتبر غلوا، وإنما يعتبر إذعانا للواقعية وللحقيقة. الآن إذا واحد جاء وقال لكم إن هنالك شخصا يخلق خلق، المسيح ابن مريم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، كان يأخذ قبضة من الطين، مقدار من الطين، ثم كان ينفخ فيه، وإذا بهذا الطين الجماد. تدرون إلى الآن العلماء ما تمكنوا مع كل التقدم العلمي أن يوجدوا الحياة في حبة حنطة. كل هؤلاء العلماء 10,000 عام مرت، حبة حنطة لا يمكن أن يوجدوا فيها الحياة. سووا هذا الشيء، صنعوا حبة مصطنعة ووفروا لها كل الشرائط اللازمة ووضعوها في التربة، ما نبتت هذه الحبة. إلى الآن العلم يقف عاجزا عن سر الحياة. المسيح ابن مريم كان يأخذ هذه القبضة من الطين، يجعلها كهيئة الخفاش، ثم ينفخ فيها، وإذا بهذه القطعة من الطين تطير في الهواء. إذا واحد قال لكم المسيح ابن مريم يخلق، هذا غلو، هذا مو غلو، هذا إذعان بالواقعية. القرآن الكريم يقول إن المسيح ابن مريم كان خالقا، أني، راجعوا سورة آل عمران، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. طبعا احنا ما نعتبر المسيح ربا، وإنما هو عبد، عبد لله سبحانه، ولكن عبد الله تعالى أعطاه قدرة الخالقية. فالآن إذا واحد قال لكم المسيح ابن مريم خالق، هذا غلو؟ لا، هذا اعتراف بالواقعية، هذا إذعان بالواقعية. إذا واحد قال لكم المسيح ابن مريم كان يعلم الغيب، هذا غلو؟ لا، أنتم ما رفعتوا المسيح فوق مستواه، وإنما نعتموه ووصفتموه بما فيه، هذا مو غلو. القرآن الكريم يقول عن لسان المسيح ابن مريم وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. عندما كنت تأتون إلى المسيح ابن مريم كان يقول أنت اليوم تغديت بكذا وادخرت في بيتك كذا، لأن كانوا يدخرون سابقا، كانوا يدخرون لشهر أو لعام، مؤونة عام كانوا يخلوها في مكان، هذا مو غلو. سؤال، المسيح ابن مريم أفضل أو خاتم الأنبياء محمد؟ إذا واحد إجا قال خاتم الأنبياء كان يعلم الغيب، لا 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 لا، هذا غلو. وين غلو؟
المسيح كان يعلم الغيب، فكيف لا يعلم خاتم الأنبياء الغيب؟ إذا واحد إجا قال لكم علي بن أبي طالب صلوات الله عليه كان يعلم الغيب، لا لا لا، هذا غلو. أين الغلو؟ علي بن أبي طالب نفس رسول الله بآية المباهلة، وأنفسنا وأنفسكم. أنفسنا يعني منه؟ يعني علي بن أبي طالب. فإذا المسيح يعلم الغيب بطريقة أولى، النبي يعلم الغيب. وإذا النبي يعلم الغيب، من هو نفس رسول الله وعين رسول الله بطريقة أولى يعلم الغيب. فهذه المضامين التي تحتوي عليها هذه الزيارة الجامعة ليست من الغلو في شيء، وإنما هي إذعان بالواقعية واعتراف بالواقعية وفهم للواقعية. فهم الواقعية نوع من أنواع الكمال. هذه كانت كمقدمة قصيرة. في زيارة الجامعة هنالك مقطع يتناول مواقف الأمة تجاه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا المقطع يحتوي على ثلاث كلمات. الكلمة الأولى يقول: فالراغب عنكم مارق. هذا الموقف الأول تجاه أهل البيت. الراغب عنكم مارق. موقف الرغبة عن أهل البيت، تعلمون أن كلمة الرغبة أحياناً تعدى بفي، وأحياناً تعدى بكلمة عن. إذا قلنا رغب في الشيء يعني شنو؟ يعني مال إليه. أما إذا قلنا رغب عن الشيء يعني أعرض عنه وزهد فيه. الموقف الأول الرغبة عن أهل البيت، الإعراض عن أهل البيت، الزهد في أهل البيت. الرغبة كما يبدو قضية قلبية. من أين نكتشف وجود هذه الرغبة؟ من مظاهرها. هذه الأمة كثير منهم هل رغبوا في أهل البيت أو رغبوا عن أهل البيت وأعرضوا عن أهل البيت وزهدوا في أهل البيت؟
أنا أذكر لكم بعض المظاهر. محدث مشهور معروف يعتبر كتابه من أصح الكتب عند كثير من المسلمين. لاحظوا هذه المفارقة، يروي هذا الرجل حتى عن عمران ابن حطام. تدرون من هو عمران ابن حطام؟ هو الذي يمدح ابن ملجم، أشقى الآخرين. هذا عمران ابن حطام يمدح ابن ملجم ويقول إن ابن ملجم أوفى البرية عند الله ميزان. يقول يا ضربة من تقي. ابن ملجم تحول إلى تقي، أشقى الآخرين تحول إلى تقي في نظر عمران ابن حطام. هذا الرجل، هذا المحدث يروي عن عمران ابن حطام في كتابه، ولا يروي حديثا واحدا عن الإمام الصادق صلوات الله عليه. الإمام الصادق الذي يقول فيه مالك، إمام المالكية، ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد علما وعملا وأخلاقا. ما خطر على قلب بشر. هذا إمام المالكية، مالك يقول في الإمام الصادق. الإمام الصادق أستاذ أبو حنيفة وأستاذ مالك، إمام المالكية وأستاذ الشافعي وأستاذ أحمد بن حنبل، إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر أستاذ جميع المذاهب الأربعة، له حق على جميع المسلمين. الإمام الصادق الذي يقف علماء الغرب مذهولين أمام عظمته ويكتبون كتاب الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب. هذا المحدث لا يروي ولا حديث واحد عن الإمام الصادق ويروي عن عمران ابن حطام. هذه مو رغبة عن أهل البيت. أفرض أن الإمام الصادق ما كان إمام، ولكن ما كان عالم، ما كان محدث. الإعراض عن أهل البيت، محاولة تهميش أهل البيت. الآن في الجامعات، في جامعاتكم، في جامعات العالم الإسلامي، إذا ما تقبلون أئمة أهل البيت بعنوان أئمة، ولكن على الأقل تقبلونهم كعلماء متفوقين، لماذا لا يدرس فقه أهل البيت؟ ليش في الجامعات ما يدرس فقه علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب مو إمامكم الرابع؟ إذا ما تعترفون بعلي بن أبي طالب كإمام أول، ما تعترفون بك كإمام رابع؟ لكن تهميش أهل البيت. هذه الأيام ولادة الإمام المجتبى صلوات الله عليه. الإمام المجتبى مو سبط نبيكم؟ وين الإمام المجتبى؟ في الراديو، في التلفزيون، في القنوات الفضائية، في الصحف. تهميش، كأنه أكو هنالك عداء ضد أهل البيت.
في الجامعات، في المعاهد، في القنوات، إبعادهم عن الحياة بكل طريق. هذا مع الأسف تورط فيه جماعة ممن يدعي الانتماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدرون قطع القطع، قطع ما أمر الله به أن يوصل، كم هو عظيم عند الله. قطع في الآية: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، إلى أن يقول أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فكيف بمن يقطع رسول الله بقطع عترته وذريته؟ هؤلاء في مقدمة من أمر الله أن يوصل. النبي صلى الله عليه وآله ما طلب أجراً على رسالته إلا شيء واحد: المودة في القربى. هذه هي المودة في القربى. أنا أذكر لكم مثالاً آخر. هذا المثال لا نذكره من علمائنا، وإنما نذكره لكم من علمائهم. أكو واحد من علمائهم الكبار يقال له ابن حجر، في كتابه سبل السلام المجلد الأول صفحة 193، لاحظوا ماذا يقول هذا العالم. يقول: بل نقول الصلاة عليه، يعني على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لا تتم ولا يكون العبد ممتثلا بها. الله تعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إحنا نريد أن نصلي على النبي، كيف نصلي عليه؟ كل شيء له كيفية. أنت تريد أن تذهب إلى الحج، الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت. كيف أحج؟ ألا يجب أن أذهب إلى رسول الله وأسأله كيف أحج يا رسول الله؟ الكيفية من أين نتلقاها؟ من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. كيفية الحج، كيفية الصلاة، كيفية العبادات نتلقاها من النبي. الله أمرنا أن نصلي على النبي، نذهب إلى رسول الله، نقول له: يا رسول الله، كيف نصلي عليك وكيف نمتثل هذا الأمر الإلهي؟ يقول هذا العالم: الصلاة عليه لا تتم ولا يكون العبد ممتثلا بها حتى يأتي بهذا اللفظ النبوي الذي فيه ذكر الآل. يعني إذا واحد ما قال وآل محمد، هذا لم يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. لأنه قال له السائل: كيف نصلي عليك؟ فأجابه بالكيفية. النبي حدد الكيفية وقال: إنها الصلاة عليه وعلى آله. هذا مو عالم شيعي يقول، هذا عالم من علمائهم. فمن لم يأتي بالآل فما صلى عليه بالكيفية التي أمر بها،
فلا يكون ممتثلا للأمر، فلا يكون مصليا عليه. الذين يقولون صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ما أطاعوا الله سبحانه وتعالى، ما أطاعوا رسول الله، لأن النبي يقول لا تصلوا علي الصلاة البتراء، صلوا علي وعلى آلي، إذا ذكرتموني فشفعوا بذكري ذكر الآل. إلى أن قال، من يقول؟ ابن حجر. ومن هنا تعلم أن حذف لفظ الآل من الصلاة كما يقع في كتب الحديث ليس على ما ينبغي. ليش يحذفون الآل من الصلاة على النبي؟ ليش؟ وكنت سئلت عنه قديماً فأجبت أنه قد صح عند أهل الحديث بلا ريب كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وهم رواتها، أنتم رويتم هذه الأحاديث. وكأنهم، لاحظوا هذا التبرير، وكأنهم حذفوها خطأ تقية لما كان في الدولة الأموية من يكره ذكرهم. جماعة من بني أمية، معاوية، يزيد، كانوا يكرهون ذكر الآل، كانوا يحاربون آل النبي صلى الله عليه وآله بكل وسيلة. ما يخالف نفرض هذا التبرير تام، أسلافكم حذفوا الآل تقية من معاوية وأمثال معاوية. الآن معاوية مو موجود، يزيد مو موجود، لماذا الاستمرار على هذا المنهج؟ ثم استمر عليه عمل الناس متابعة من الآخر للأول، فلا وجه له. هذه مظاهر لهذا المقطع الأول الذي يقول فالراغب عنكم اللي يزهد في أهل البيت، يقول إحنا ويا أهل البيت، يقول إحنا نحب أهل البيت، ولكن ماكو مظهر في حياته، أهل البيت ما إلهم حضور في حياته. الراغب عنكم مارق، يعني خارج عن الخط الذي خطه خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. ننتقل إلى الموقف الثاني المذكور في المقطع الثالث، والمقصر في حقكم زاهر. الموقف الثاني التقصير في حق أهل البيت. يمكن يكون واحد معتقد بإمامة أهل البيت ولكنه مقصر في حقه، والمقصر في حقكم زاد. التقصير إلى مظاهر وله أشكال. شكل من أشكاله الجهل بشخصياته وبحياتهم الشخصية. أغلب الناس يجهلون أهل البيت، لا يعرفون شيئا عن حياته. إذا في مجمع من المجامع تسأل من منكم يعرف حديثاً واحداً عن الإمام الهادي، كم واحد يتمكن يقول أنا أعرف؟ الجهل بحياتهم الشخصية.
هذا مظهر من مظاهر التقسيم. الشكل الثاني الجهل بمقاماته. ما هي مقامات أهل البيت؟ أهل البيت فقط كانوا أولياء لله سبحانه وتعالى، أو فوق ذلك كانوا علماء، أو فوق ذلك كانوا أئمة، أو فوق ذلك. الولاية التكوينية لأهل البيت ماذا تعني؟ الولاية التشريعية لأهل البيت ماذا تعني؟ الجهل بمقاماته. واحد كان يقول لي، كان يقول هنالك شبهة تقول أهل البيت ما عندهم ولاية تكوينية، وإنما عباد مقربون يدعون الله فيستجاب لهم. فماذا تقول في جواب هذه الشبهة؟ قلت له هذا الكلام ضد القرآن الكريم. القرآن الكريم هذا المقام مقام أن يدعو فيستجاب، ولكن أهل البيت لهم فوق ذلك المقام ولاية تكوينية، يعني ولاية التصرف في هذا الكون بإذن الله سبحانه وتعالى. المسيح له ولاية تكوينية كما ذكرنا لكم. المسيح كان يحيي الموتى بإذن الله، يقف على قبر ربما مر عليه مئات الأعوام، هذا ميت، أو عشرات الأعوام، ما يقول يا الله أحيي هذا الميت، يقول له قم بإذن الله. شلون احنا عندنا ولاية تكوينية في دائرة محدودة؟ انتم ما عندكم ولاية تكوينية على ايدكم؟ هاي مو ولاية تكوينية. انتم الآن الله اعطاكم ولاية تكوينية على ايدكم، على جوارحكم، على اعضائكم، تتمكنون تحركون ايدكم. الرجل المشلول الله ما اعطى هذه الولاية التكوينية، ما يتمكن يحرك ايده، ما يتمكن يحرك رجله. إشلون الله تعالى أعطاكم ولاية تكوينية في إطار محدود على أعضائكم وجوارحكم؟ الله أعطى للمسيح هذه الولاية، يقول للميت قم فيقوم بإذن الله، مو أنه يدعو الله سبحانه وتعالى. وأحيي الموتى في سورة آل عمران لا يقول أدعو الله فيحيي الموتى، أحيي الموتى بإذن الله. الولاية التكوينية، الولاية التكوينية قضية طبيعية لأهل البيت. لماذا نستوحش من ذلك؟ لماذا يستوحشون من ذلك؟ الولاية التكوينية في القرآن الكريم مذكورة. فالقضية قضية ولاية، مو قضية دعاء فقط. الجهل بمقاماته. النوع الثالث الجهل بفكرهم وتراثهم وثقافتهم ومناهجهم في الحياة. نهج البلاغة مفخرة لا للشيعة وإنما لكل المسلمين. عهد الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه لمالك الأشتر دستور لم تصل إليه إلى الآن أرقى الدول في العالم. بعض الجهات الدولية قبل فترة أوصت الحكام بأن يتخذوا من عهد الإمام لمالك الأشتر نهجاً في الحكم. أي حكومة في العالم الآن لم تصل إلى عهد مالك الأشتر؟ أين نحن عن نهج البلاغ؟ كلمات أهل البيت فيها حل المشكلات الفكرية، المشكلات العقائدية أو العقدية،
المشكلات الاجتماعية، المشكلات العائلية، المشكلات الاقتصادية، المشكلات السياسية، المشكلات الفكرية. سطر واحد من أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نهج البلاغ الآن مئات الملايين من المسلمين متحيرون في قضية التوحيد والعدل. الآن ماكو مجال لأن أشرح، سطر واحد في نهج البلاغة يحل هذه المشكلة. ألطف تعريف للتوحيد والعدل، أو من ألطف التعريفات للتوحيد والعدل، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات الله عليه في سطر واحد في نهج البلاغة. شوفوا مدى عمق ولطافة هذه الكلمة في التوحيد والعدل. يقول: التوحيد ألا تتوهمه، يعني الله، والعدل ألا تتهمه. سطر لكن تحته بحر من العلم والمعرفة. كلمات أهل البيت فيها حل مشكلات الحياة الفكرية، الثقافية، السياسية، الاجتماعية. ينبغي أن نحفظ هذه الكلمات. شرف الدين في كتاب المراجعات، راجعوا رحمة الله عليه، يقول: وكان أهل البيت يلزمون أولادهم، الأطفال الصغار، إحنا تاركين أطفال. سابقاً إحدى الأشياء اللي كانت متداولة، الآباء كانوا يهتمون بها، الأمهات كنا يهتممن بها، تحفيظ الأطفال، نظام المحفوظات، نظام مهم. يقول شرف الدين: وكان أئمة أهل البيت يلزمون أولادهم، أو نحو هذه العبارة، على حفظ الخطبة الفدكية لسيدة نساء العالمين الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله عليها. كما يلزمونهم بحفظ القرآن الكريم، أطفال أهل البيت كانوا يحفظون الخطبة الفدكية. الآن كم واحد منا يحفظ الخطبة الفدكية؟ ينبغي أن نشوق. هذا مو فقط إلى آثار بالآخرة، إلى آثار بالدنيا أيضا، إلى آثار بالدنيا. الأب يجب أن يهتم بهذه الأشياء، بالحلم، بالتشويق، بالرعاية. ليش هذه الفاصلة بين الآباء والأبناء؟ الأب في وادي والأبناء في وادي، ماكو علاقة بين الآباء والأبناء. هذا امتدادك، بقاؤك بهذا الولد هذا أيضا نوع من التقصير. الجهل بثقافة أهل البيت، بأفكار أهل البيت، بأحاديث أهل البيت، بمناهج أهل البيت في الحياة. وأخيراً التقصير في الدفاع عن قضايا أهل البيت. أبو ذر مات جوعاً في سبيل علي بن أبي طالب وفي سبيل الولاية. كلمة الموت جوعاً لا ندري ما معناه، من تمكن ندرك أبعاده. مات جوع. أبو ذر هجر إلى لبنان، إلى أرض الشامات، غريب، شريد، طريد،
ليش؟ دفاعا عن قضايا أهل البيت. راح هناك لا يملك شيئا. كثير من احنا نقول احنا ما عندنا، ما نتمكن، ما عندنا قدر. ابو ذر كل شيء ما عنده، لا يعرفه احد. راح الى لبنان، راح الى ارض الشام. احد المحققين كان يقول 20% من علماء الشيعة من جبل عامل، 20% على مر التاريخ تقريبا كلهم مدينون بالفضل. لذلك الرجل الغريب المطارد أبو ذر. أبو ذر له كبير. يا أبا ذر إنك غضبت لله، فرج من غضبت له، إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك. وأخيرا مات جوعا في صحراء الرمل. هذه الأمانة اللي وصلت إلنا ما وصلت إلينا بسهولة، جهود. الآن دعنا عن تضحيات أئمة أهل البيت، دعنا عن تضحيات الإمام الحسن والإمام الحسين وبقية أهل، هذه الأمانة ما وصلت إلينا بسهولة. تضحيات، آلام، مشاق. أذكر لكم بإيجاز صور مختصرة متنوعة على نحو الإشارة. العابر نقل لأحد العلماء في قوم، قال نقل لي الشيخ علي الدواني، توفي قبل فترة قصيرة، قال ذهبت لزيارة العلامة الأمين رحمة الله عليه مؤلف الغدير في المستشفى في طهران، مريض كان أنهكه المرض، دع الشهر يمكن كان بالمستشفى. يقول فقال لي العلامة الأميني أنا البارحة انتهيت من تأليف كتاب الغدير. البارحة وين؟ بالمستشفى وعلى فراش المرض يؤلف منكب على تأليف. حب أمير المؤمنين يدفعه إلى ذلك. إحنا نشوف الغدير، لكن وراء كل كلمة من الغدير معاناة. يقول طلعت من المستشفى وذهبت ونقل لي بعد ذلك أن العلامة الأميني مات في ذلك اليوم، كأنه الله كان مطيل عمر حتى يكمل الغدير، أنهى ومات في اليوم الآخر. صورة ثانية بنحو آخر بشكل آخر، عندنا واحد من علمائنا الكبار يقال له العياشي، تفسير العياشي معروف. هذا العياشي ما كان من الموالين لأهل البيت، كان بعيدا عن أهل البيت، وإلى كتب عندما كان في الخط الآخر، ثم بعد ذلك اهتدى إلى خط أهل البيت. ورث ثروة من أبيه مقدارها 300,000 دينار ذهب، يعني 300,000 مثقال ذهب.
فصرف جميع هذه الثروة في سبيل أهل البيت وفي سبيل ترويج علومه وآثاره. هذا بشكل ثاني. شكل ثالث ونختم به: كان هنالك عالمان، كان يحكم الهند حاكم متعصب ضد أهل البيت. فكر هذان العالمان كيف يغيران بلاد الهند. في تفصيل: راحوا وأصبحا معلمين لولد الحاكم المتعصب. طبعا هذه مخاطرة، شوفوا شلون يفكرون وكيف يضحون. حتى غرس حب أهل البيت في قلب هذا الولد ابن الحاكم المتعصب. هذا الولد كان ولي العهد، الملك فهم في أخريات أيام حياته أن هذا موالي لأهل البيت، فغضب عليه وخلعه من ولاية العهد وأبعده إلى قلعة وسجنه هنالك، وجعل ولده الثاني وليا للعهد. قبل موت بقليل فهم أن الثاني أيضا موالي لأهل البيت. قبل أن يتمكن من خلعه ما فذهب الناس إلى الولد الأكبر وأخرجوه من القلعة وجعلوه حاكماً على الهند، ورفعت في الهند قبل 500 عام تقريباً بعد الشهادة الأولى والثانية رفعت شهادته: أشهد أن علياً ولي الله. ما هو الثمن الذي دفعه هذان العالمان؟ الحاكم الأول عندما عرف بذلك أخذهما فورا وأعدمهما، قتلهما. الراغب عنكم مارق، هذا الموقف الأول. المقصر في حقكم زاهق مضمحل، هذا الموقف الثاني. الموقف الثالث: واللازم لكم لاحق، بعض قائلين يعني لاحق بكم في الدنيا والآخرة، يكون مع أهل البيت في الدنيا ويكون مع محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم في الآخرة أيضا. واللازم لكم معه لا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.